قال ربنا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ هذا متى؟ هذا يوم القيامة، يحشر العباد كل أمة مع نبيها، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، كل أمة مع نبيها. فيبدأ بنوح لأنه أول رسل الله إلى الأرض، فتسأل أمته هل بلغكم نوح؟ فتجيب أمته ما جاءنا من نبي. ويقول نوح والله أعلم به أنه بلغهم، فيقول الله لنوح من يشهد لك؟ فيقول نوح محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ثم يشهد صلى الله عليه وسلم على أمته، يشهد على من؟ على أمته، كما قبلت شهادته عليه الصلاة والسلام على الأمم كلها. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ عليه من سورة النساء، فقلت يا رسول الله أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت حتى انتهيت إلى قوله جل وعلا فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال لي حسبك أن يكفي قراءة. قال ابن مسعود فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه. من الذي بكى؟ جيبوا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هنا شاهد أو مشهود عليه؟ شاهد. فإذا كان من أهوال يوم القيامة أن الشاهد يبكي، فكيف بحال من شهد عليه؟ اللهم إنا نسألك سترك. وإقامة الشهود حق يوم القيامة. الله يقول وجيء بالنبيين والشهداء، وأول ما يشهد على ابن آدم من جوارحه فخذه. والعلم عند الله، لا ندري لما جعل الله عز وجل الفخذ أول من يشهد على ابن آدم من جوارحه، كما أن الإنسان إذا وضع في القبر أول ما ينتن منه بطنه. وفي حديث جندب بن عبد الله قال من استطاع منكم أن لا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه، أو فإن أول ما ينتن من ابن آدم بطنه. فالفخذ أول من يشهد، والبطن في القبر أول من ينتن، أسأل الله العافية. فالله عز وجل يقول فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. الناس العامة جبلوا فطروا في أي بلد على أنهم إذا فعلوا أمرا قبيحا ثم قابلوا ولقوا والتقوا بمن أسرفوا في حقه، يقول أحدهم وهو يحكي الأمر يقصه يخبر به لصاحبه قابلت فلان وكنت قد صنعت معه كذا وكذا وكذا، والله بودي لو أن الأرض تبلعني. هذه يقولها العامة لأنه التقى ببشر مثله قصر في حقه. فما عسى أن يقول من قصر في حق الله إذا لقيه الله.
اللهم ارزقنا الحياء معك في الدنيا والعفو والغفران في الآخرة. قال الله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.